ونعود إلى هذه الصور التي تصلنا من دمشق، وأصوات لقصف عنيف تشهده بعض الأحياء هناك. إذا نتابع هذه الصور التي تصلنا مباشرة من بعض أحياء دمشق التي تشهد قصفا عنيفا. إذ أفاد ناشطون بأن قصفا بالمروحيات واشتباكا عنيفا بين الجيشين النظامي والحر يشهده حي الحجر الأسود وسط العاصمة دمشق منذ ساعات. نفس المصادر أضافت أن الجيش الحر تمكن من اقتحام مقار أمنية في هذا الحي. إذن هذه الصور هي للمدفعية على جبل قاسيون، وتقصف تحديدا حي المزة بدمشق. كنا أوردنا خلال تغطيتنا صورا لقصف عنيف على حي الميدان، كذلك على حي الحجر الأسود، والآن هي هذه الصور والأصوات هي لقصف بالأسلحة الثقيلة لحي المزة بدمشق العاصمة السورية.